مارق أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. رصدت كاميرات المراقبة بالمدينة القديمة بمدينة سلا يوم أمس الأربعاء 21 دجنبر الحالي اعتراض سبيل فتاة من طرف شخصين كان يمتطيان دراجة نارية سوداء. وقد انتشرت مؤخرا فكرة تثبيت مجموعة من الكاميرات بواجهة المنازل والمحلات التجارية، وهو ما يفسر انخفاض عمليات السرقة واعتراض السبيل، ويرجح فرضية أن الجونات ليسوا من أبناء المنطقة. هذا وفور تداول الفيديو طالب النشطاء والجمعيات المدنية بضرورة القبض على هذين السارقين لينالا عقابهما تحت طائلة القانون.